هنالك حزمه من القرارات صدرت اليوم ما يقارب ثمانيه قرارات الى تسعه قرارات منها اغلاق المجمعات التجاريه، تعطيل الدراسه او تعطيل العمل الحكومي في الجهات الحكوميه لمده عشر يوما في القطاعات التي ذكرتها نايف، هنالك ايضا اغلاق الصالونات التجميل للنساء التجميل النسائي وكذلك اغلاق محلات الحلاقه، هنالك ايضا الزام الشركات والقطاع الخاص بفرض عشر يوم من كحجر صحي على العائدين من مناطق موبوءة وعدم التساهل في هذا الموضوع هنالك أيضا قرار بإغلاق المجمعات التجارية كافة ما عدا الصيدليات والأماكن التمويلية وما يدخل في في هذا القطاع قطاع التمويلي بدأ تنفيذ القرار منذ أربع ساعات وشاهدنا الكثير من المطاعم الذي بدأ بالإغلاق لإغلاق الخدمه المحليه كما تسمى هنا في السعوديه، لا يستطيع احد ان يدخل وياكل داخل المطعم او ياخذ طلبه، ايضا هنالك المجمعات المولات المجمعات التجاريه الكبيره بدات بالاغلاق منذ الساعه الثامنه من مساء اليوم وهي لا تغلق اصلا الا الساعه الحادية عشر، تواصلت مع عدد من المسؤولين في هذه المجمعات لان يخرجوا معنا قالوا بانهم مشغولون بشكل كبير جدا في عمليه ترتيب اغلاق هذه ال الاغلاق وايضا الترتيب مع المحلات التجاريه المتواجده هذه الاجراءات هي اجراءات مشدده وصلت الى اعلى مستوياتها هنا في السعوديه للحد من انتشار فيروس كورونا الذي وصل في السعوديه الى 118 شخص مصاب